مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. وحلقتنا اليوم يسعدنا أن يكون ضيف وضيفكم المستشار عمرو محمد أحمد، المستشار المالي والخبير الاقتصادي وأمين صندوق حزب حماة الوطن. أهلا وسهلا بيك اهلا بيك، النهاردة معانا اهلا في بحضرتك يا المستشار. فندم، اهلا بحضرتك. إحنا سعداء إن حضرتك موجود معانا النهاردة في برنامجنا. ودايما في مقولة إحنا دايما بنقولها، إن بتنهض الأمم بالشباب دائما، صحيح وتتقدم الدول بالأمن والأمان. وإحنا صحيح الحمد لله والشكر لله دايما سيادة فخامة رئيس الجمهورية وفر لنا الأمن والأمان لتقدم الدول وتقدم المجتمع اللي إحنا موجودين فيه. ودي كانت بداية الطريق السليم أو الطريق الصحيح اللي مشيت عليه مصر، وأبهر العالم كله بالتقدمات والتطورات اللي حدثت في صحيح الأحداث الأخيرة. فإحنا صحيح يسعدنا حضرتك تكون موجود معانا النهاردة، وعايزين نقول مصر ابتدت على الطريق الصحيح. صحيح فعايزين نعرف من حضرتك، من وجهة نظر حضرتك، التطور اللي احنا وصلنا له ده وصلنا له ازاي؟ طب بداية كده أقول كل التحية والتقدير لأعظم شعب في العالم، الشعب المصري. في مقولة ليا كده بقولها: ما كان ينقصنا أصبح تفوقا وإعجازا. أكيد كان في مصر أي حاجة تدار يقول لك أصل الإدارة. إحنا عندنا إدارة النهاردة فعلا هي استدعت جينات 7000 سنة حضارة لتكون مصر منارة للعلم والعلماء. الدولة المصرية دلوقتي بقت نموذج يحتذى به على مستوى العالم، وكل الدول بتهرول إلى مصر عشان تشوف المعجزة اللي حققها الشعب المصري. احنا شفنا فترات عصيبة في بداية ثورة يناير، وشفنا فترات مرت بيها مصر كانت عصيبة، وفترة فترة وجيزة كان موجود فيها من 30 يوليو السيد رئيس الجمهورية، ابتدت مصر تكون في خط سليم، ابتدت مصر تكون في خط أبهر بيه العالم كله، صحيح وابتدى ان هو يكون عندنا إعجاز، صحيح إعجاز بين الدول كلها، بين دولة مفيش خالص لدولة ابتدت ان هي تنشئ طرق، ابتدت انها تنشئ اكبر طرق واكبر شبكه طرق موجوده في مصر، ابتدت ان هي يبقى فيها امن وامان، صحيح ابتدينا ان احنا نخش من العشوائيات والمدن والشوارع والحواري لتطور العشوائيات للتحول الرقمي. صحيح عايزين نعرف حضرتك يعني ايه تحول رقمي؟ بمنتهى البساطة كده، ان انت ده تكنولوجيا، ده نوع من انواع التكنولوجيا. تمام يا فندم. التحول الرقمي بالمعنى البسيط كده، ان انت بتستخدم حاجة اسمها تكنولوجيا المعلومات. انت بتعمل العمليات بسرعة فائقة، تنفيذ العمليات بسرعة فائقة، تمام يا فندم. بتوفر في الجهد، بتقضي. يعني احنا هنخش مثلا المنطقة بتاعت الشمول المالي ديت. الشمول المالي ديت انت يعني دي بتوفر لك السرعة الفائقة والدقة الفائقة في تنفيذ العمليات. العمليات ايه؟ اللي هي المالية. تمام يعني يا فندم. تتخيل حضرتك 75 في من موارد الدولة ضرائب. أكيد. طب انا النهاردة لو بسدد الضرائب ديت زي ما كنت بسددها الاول، عشان اعرف الرقم اللي انا وصلت له النهارده مش هعرف، لازم اعمل جرد لكل الخزن بتاعت الدوله. انت معايا حضرتك؟ مع شوف حضرتك. الوقت المستغرق هيبقى قد ايه. لكن النهارده ده موجود رقم على الشاشه، دلوقتي دخل كام؟ بعد دقيقه بيتغير. تقدر تقول حضرتك اللي احنا بنقدر نقول ان هو ابتدى يبقى فيه حصر سليم وحصر سريع لجميع الحسابات اللي موجوده وجميع الدخل والخارج للموازنه اللي موجوده للدوله، اذا كانت في وزاره اي وزاره موجوده في الدوله، فابتدى ان هو يبقى فيه حصر موجود شامل اللي احنا نقدر نعرف بيه بالتكنولوجيا الحديثه اللي موجوده صحيح ازاي اللي احنا وصلنا له. صحيح وبرده بيكسر الروتين، كان زمان عندنا شبابيك وطوابير كتير الوقت طبعا، وكان الوقت وقت كتير الوقت وكان في انا بس يعني انا عاوز برضو ايه موضوع النظام الرقمي، وده هو ده الطفره الكبيره جدا اللي عملتها الولايات المتحده الامريكيه في استخدام النظام الرقمي. هي اول دوله استخدمت النظام الرقمي، وتقريبا هي بقى عندها من الامكانيات ان يبقى عندها شركات عابره للقارات، عندها شركات بحجم تعداد سكان دولة. يعني انت متخيل ده النظام الرقمي هو اللي حققه. وانا على ما اعتقد ان الشعب المصري المعجزة اللي عملها في فترة زمنية وجيزة، هو قادر عنده من الكوادر وعنده من الخبرات اللي هو يقدر يحقق ده.
وانا هقول لحضرتك على حاجه بسيطه جدا. ما انا بقول لك ما كان ينقصنا اصبح تفوقا وهيجزا. ايه اللي هي الاداره؟ الاراده السياسيه، القرار. تخيل حضرتك ان احنا بدانا في موضوع تكنولوجيا المعلومات ده من التسعينات. تمام، في التسعينات. شوف بقى حضرتك من 90 لغايه كام يا فندم؟ لغايه 2013. تمام. كام سنه يا فندم؟ 13 سنه. 13 سنه يا فندم. ما عملناش حاجه غير شهاده الميلاد المميكنه. بالنسبه لبرضه يا فندم. طب انا بس ايه، سيبني بس كده عشان ايه؟ انا سايب راح حياتك براحتك، لان احنا عايزين النهارده الساده المشاهدين تستفيد من حياتك واحنا نستفيد منك. جزء صغير جدا من موضوع تكنولوجيا المعلومات اللي هو ان انت يبقى عندك قاعده بيانات. خلي بال حضرتك الموضوع ده يعني النهارده عشان اي حد مسؤول ياخد قرار لازم يكون فيه بيانات، والبيانات دي تكون مؤكده. اكيد يا فندم. انت معايا حضرتك؟ مع حضرتك. فتخيل 13 سنه احنا معرف اللي احنا ال 13 سنه دول احنا انجزنا في خلال 4 سنين حاجه يعني صدقني، وهو ده يعني الناس المتخصصه والناس اللي بتشتغل في المجال ده، ده معجزه بكل المقاييس. ليه؟ لان انت دوله عدد سكانها يفوق ال 100 مليون. تمام. انت مش دوله صغيره. تمام. وخلي بال حضرتك بقى، الناس كانت معتقده ان ده مستحيل، يعني المؤسسات الدوليه اللي يعني النظام الرقمي ده من ضمن البنيه التحتيه لاي دوله عاوزه تتقدم ويبقى ليها مكان في العالم. ده موضوع ما فيش يعني ده مش ده يعني النهارده عشان انت تقول ان انا يبقى ليا وجود في العالم لازم تستخدم التكنولوجيا، ولازم تتقن التكنولوجيا، ومش تستخدمها بس، لا تطور فيها كمان. طب من وجهة نظر حضرتك الفترة اللي جاية بالنسبة لمصر والتقدم اللي احنا شفناه في الفترات السابقة، هنكون مصر وصلت لأي مرتبة من مراتب العالم؟ والله احنا العالم كله. حضرتك دايما الرئيس بيقول كلمة حلوة قوي وانا بحب اول كلمة دي، خطوة من 1000 خطوة. حضرتك يعني هقول ايه مثلا، احنا لما جينا مثلا احنا نخلينا في الجزء بتاع تكنولوجيا المعلومات بس، عشان لان المواضيع كتير جدا، احنا عندنا مشاكل متراكمة. واهم المشاكل اللي بتواجهنا الزيادة السكانية اللي لا تتناسب مع حجم الحيز العمراني اللي احنا عايشين فيه. احنا عايشين على 6% من الارض، و6% دول تقريبا البنية التحتية للدولة المصرية، يا دوبك تكفي 40-50 مليون. والبنية التحتية حط بقى كل ما هو خدمات للمواطن. النهاردة بالمعجزه اللي عملها الشعب المصري وبالشباب، حضرتك اثرت حته جميله قوي، بتقولت الشباب. انا بقول ان الجيل ده نقلنا نقله تانية، جيل عنده وعي، جيل عنده ثقافه، جيل عنده جيل بيحب وطني، بيحب وطن، بيحب بلده. انا هقول لسيادتك على حاجه، هو الناس اللي اشتغلت ودرجه الحراره كانت 50 درجه مئويه تقريبا في قناه السويس الجديده، دول كانوا ايه؟ مش عواجيز زينا كده شعرهم ابيض؟ شباب. بالظبط كده، هم دول اللي عملوا المعجزه، هم دول اللي بيشتغلوا في المشروعات القوميه الغير مسبوقه في اي دوله في العالم. خلي بال حضرتك بقى، احنا في حرب شرسه، سواء حرب داخليه او حرب خارجيه، وحروب الجيل الرابع. وهقول لحضرتك على حاجه، السلاح برضو يعني في ناس المستشار لان التكنولوجيا برضو زي ما احنا قلنا، تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التطور الحديث، واحنا قلنا ان حروب الجيل الرابع والخامس اللي جات لنا الفتن فيها من بره ما كانتش حرب سلاح، ولكن كانت حرب فكريه وثقافيه اثرت في جيل كان منهار قبل ثوره 30. ما هو هقول لحضرتك على حاجه، يعني انا هقول الكلمه اللي قلتها، ما كان ينقصنا اصبح تفوقا واعجازا. انا بطلق على فخامه الرئيس السيسي دائما ابدا الفارس. ليه؟ لانه هو بيواجه، ما عندوش انصاف حلول. احنا عاوزين نعمل حاجه تبقى مستدامة، أول مرة لدولة نامية يبقى عندها خطة استراتيجية قابلة للتعديل. 2030 ديت كان حلم، النهاردة بقى واقع. واقع وحقيقة. ما كانش حد يعني، أنا من 4 سنين قلت، في ناس كانت كتير جدا معارضة بقى بتقول لك لا احنا بنبني في الصحراء والعاصمه ايه ومش عارف ايه وعاملين نعمل. فانا قلت حق، قلت كلمه، والكلمه دي زي ما يكون باب السماء مفتوح كده، زي ما الرئيس قال كده، مصر هتبقى ايه
قد الدنيا. وفعلا بقت قد الدنيا اكيد يا فندم. انا قلت ان هيجي كل العالم هيجي اول ما ينزل مصر هيقول لك انا عاوز اروح اشوف العاصمه الاداريه الجديده. اكيد يا فندم طبعا. النهارده اما اتفتح اول افتتاح كان للكنيسه والجامع حل على الارض الرئيس الولايات المتحده الامريكيه اتصل بالرئيس اول ما جه كان بعدها بيومين نزل رئيس وزراء الولايات المتحده الامريكيه اللي هي اكبر دوله في العالم قال انا عاوز اروح اشوف الكنيسه والمسجد في العاصمه الاداريه الجديده. حاجه تفوق الخيال. يعني انا عاوز اقول احنا بنبدا من حيث انتهى الاخرون. والنظام الرقمي ده المفروض كان اتطبق من التسعينات. اللي المصريين عملوه او اللي القياده السياسيه هي دي بقى الاراده السياسيه. يعني انا كل التحيه والتقدير لمعالي وزير الماليه واسره وزاره الماليه لان هم عملوا معجزه. خلي بال حضرتك انت يعني انت الانسان دايما بيخاف من اي حاجه جديده. احنا نزلنا كسر حاجز الخوف دوت بقمره اهل كايرو في العشوائيات وفي بعض الاماكن الشعبيه اللي موجوده اللي كانت عشوائيات في الفترات السابقه ودلوقتي احنا شفناها متقدمه وشفنا تطورات. احنا عملنا مشروع سكني في العالم يا فندم. انا مع حضرتك اهو شفنا تطورات جميله في الفترات دي. فلما نزلنا على احياء ورؤساء الاحياء لقينا كله بينفذ خطه سيد رئيس الجمهوريه في التحول من عشوائيات لتحول رقمي. انا هقول لسيادتك على حاجه. الفكر بمنتهى البساطه كده ان رب يعني هو اختيار ربنا سبحانه وتعالى. يعني الرئيس السيسي ده اختيار ربنا. ليه؟ الناس اللي بتشتغل في المعلومات ناس دقيقه جدا وناس عارفه قيمه المعلومه. انت معايا حضرتك؟ مع حضرتك. هو كان يعلم تماما كل المشاكل اللي بتواجهها مصر. وكان لازم يبقى في مواجهه. خلي بال حضرتك كل الدول كانت بتراهن ان مصر مش هتقدر لان انت ما كانش عندك اي حاجه غير المؤسسه العسكريه. وكل التحيه والتقدير وكل سنه وانتم طيبين. يعني انا بقول كل سنه وشعب مصر العظيم طيب. بمناسبه عيد انا بقول عيد الشرطه وعيد الشعب زي ما الرئيس قال كده. يعني كل التحيه والتقدير للقوات المسلحه اللي فعلا يعني عاوز اقول الناس ديت يعني ربنا يحفظها مش لمصر بس لحفظ الهويه. حياتك كخبير اقتصادي بقى الفترات القادمه بعد ان شاء الله ان احنا نتحول الى دوله رقميه شايف مصر هتكون والله هقول لحضرتك على حاجه. يعني انا النهارده انا عاوز برضو لا عشان ناكد على حاجات. يعني احنا أكيد. يعني الناس اللي بتشتغل في وزاره الماليه انا بشكرهم جدا لان هم بسرعه ابتدوا ينفذوا. النهارده انت وصلت الرقم 500 جنيه بعد كده في الدفع النقدي او الدفع الالكتروني هيبقى كله الكتروني مش هتتعامل الا بالفيز. وده بيقضي على الفساد المالي. يعني احنا عندنا مشاكل احنا لازم نعترف بالواقع. اكيد لازم نعترف بالاخطاء عشان نقدر نصلح منها. احنا لو كنا بنستخدم تكنولوجيا المعلومات وعندنا قواعد بيانات كان الدعم وصل لمستحقين. خلي بال حضرتك احنا بنقعد بقى ايه يعني احنا جينا في موضوع التموين ده قعدنا فترات كبيره جدا في التضامن. ناس كتير يعني كانت النهارده تاخد حاجه ما بتستحقهاش. توجيهات الرئيس النهارده يقول لك ايه جوده الخدمه. يعني كل النهارده مجهود الدوله رايح على مين؟ على المواطن اللي هو فعلا يعني كل على فكره شعوب العالم بتبص لنا باحترام فائق وتقدير فائق لان احنا عندنا وعي وعندنا ادراك باللي كان يحاك للدولة المصرية. الناس دي استحملت والرئيس عارف كده. فالنهاردة كل توجيهات الدولة راح عليه للناس اللي هي نقول اللي فعلا شالت وتحملت عبء تطوير الاقتصاد. انا بحب اقول كلمة تطوير الاقتصاد أكيد. لان ده كان ليه ثمن كبير جدا. انت حضرتك ما يعني هو الرئيس حاسس بدوت وكل ولذلك كل التوجيهات راحة في ده. فانت النهارده الاساس عندك في ايه بقى؟ في التعليم، في الصحه. طب انا هقول لسيادتك على حاجه بمناسبه تكنولوجيا المعلومات والنظام الرقمي. انت النهارده لو ما كنتش عامل سيستم او برنامج على الكمبيوتر لمشروع العملاق الغير مسبوق في اي دوله في العالم اللي منظمه الصحه العالميه اشادت بيه وعاوزين نطبق التجربه دي في الدول اللي زي مصر ده موضوع صعب جدا ومعقد جدا اللي هو المسح الطبي المليون ل 100 مليون ده موضوع مش بالسهل كده. انا عايز اعرف الساده المشاهدين
التحول الرقمي هيفيدهم في ما هو ايه؟ ده ما هو اكتر حاجه هتفيدهم في ما هو اللي هو الروتين. حضرتك النهارده ما فيش يعني النهارده اما يكون عندي قاعده بيانات مش يعني هنجيب المواطن ان هم نقول محدود الدخل. طيب احنا هنشوف برضو حاجه من ضمن التحول الرقمي اللي احنا شفناه والتكنولوجيا الحديثه صوره لممكنه طبعا وزاره الداخليه عملتها وحاجه كانت جميله ان هي تسهل على المواطنين الاحوال المدنيه، تسهل على المواطنين ان هو يستخرج شهاده ميلاد ويستخرج منها استماره بطاقه، وطبعا كل ما هو بنحتاجه من الاحوال المدنيه في ظل كان وجود الطوابير والروتين وان احنا نقدر نروح نلاقي الوقت اتاخر وما قدرناش نجيب شهاده ميلاد. كانوا بيقعدوا يقلبوا في الدفاتر عشان يطلعوا لك البيانات بتاعتك وشهاده القيد ومش عارف ايه في دفاتر، النهارده في جزء من الثانيه بالرقم القومي بتاعك يطلع لك شهاده ميلاد. فانت النهارده المكنه ديت هتعمل ايه؟ هتكتب الرقم القومي بتاعك هتطلع لك شهاده الميلاد. فاحنا بنقول للساده المشاهدين اللي جاي افضل، واللي جاي ان شاء الله هيكون على مصر كلها اكيد هيكون افضل وهيكون كسر الروتين اللي كنا بنشوفه زمان، وهيسر على المواطنين حاجات كتير كان المواطن بيتعب منها ان هو يروح ويتنقل الى الاحوال المدنيه. بص حضرتك وغيره وغيره اللي عشان برضه هقول لحضرتك احنا عندنا دلوقتي يعني حته كسر حاجز الزمن في التنفيذ، هي دي التكنولوجيا عشان تبقى حضرتك عارف. تمام فندم. هو النظام الرقمي ده هي يعني ده من البنيه التحتيه لاي دوله عاوزه تتقدم. وخلي بال حضرتك المنظمات الدوليه اللي بتشتغل في الشان الاقتصادي عمرها ما هتتعاون معاك الا اذا كان عندك بنيه تحتيه توائم التطور. اكيد يعني النظام الرقمي او الشمول المالي أكيد. ده موضوع واسهلها موضوع المرور يا فندم، التقدس المروري اللي كان بيحصل وكان العسكري المرور ما بيقدرش ان هو يسيطر على. لا 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 بس عشان برضو ما هو التكنولوجيا دي توطين التكنولوجيا، وانا قلت ده عام توطين التكنولوجيا، وانا كنت بتمنى ان بمناسبه يعني مثلا على سبيل المثال احنا بنملك تقريبا ثلث اثار العالم، تخيل بقى ثلث اثار العالم دول لو معمل لهم برنامج وكل اثر من دول ليه قصه وحدوته ودخل النظام الرقمي فيهم. تمام. ويبدا بقى بالتعاون مع كل دول العالم نسوق ده احنا هنقول ايه؟ احنا 100 مليون هيجي لنا 100 مليون سايح. تمام. احنا بنطمح في يعني احنا فرحانين ب 13 مليار جايين من السياحه، لا ده احنا ممكن يجي لنا 100 مليون 100 مليار من السياحه. مصر دوله كبيره ودوله عظيمه، وعلى فكره انا هقول لستك على حاجه. اللي يعني عاوز فعلا اللي يعني الرئيس عارف قيمه الشعب المصري وقدرات الشعب المصري، والشعب المصري مؤمن بالقرارات اللي هو بياخدها. خلي بال حضرتك انا عمري ما انسى المشهد ده اما معالي الفريق كامل وزير قال له يا فندم 3 سنين، فقال له سنه، قال له كده معلش مع انا اسف يا معالي الفريق، قال له سنه يا كامل، قال له كده. طبعا الناس كانت قاعده مش مستغربه، حتى الشركات اللي هتنفذ ده هنخلص في سنه ازاي؟ هنخلص في سنه ازاي والموضوع صعب؟ هو عارف مين اللي اشتغل بقى يا فندم؟ المصريين. هو اعتمد على المصريين. اكيد. والكلام ده في الطاقه، المصريين برضه يا فندم. لو حبينا نوجه رساله اخيره هقول لسيادتك بقى معلش الطرق والحاجات ديت ده ابداع المصريين، خلي بال حضرتك. اكيد. يعني انا اليومين اللي فاتوا دول كان في منطقه مصر الجديده كده طرق بتتكسر وحاجات ومش عارفين ايه اللي بيحصل وكباري هتتعمل وبتاع، انزل شوف مصر الجديدة دلوقتي ابهار. عارف المستحيل؟ المستحيل انا بقول لو كان في مستحيل الشعب المصري ده قادر ان هو يغير المستحيل ده او هيوصل له. مصر قادرة بشعبها وشبابها تغير المستحيل وتغير للافضل. ورسالة اخيرة للسادة المشاهدين اللي بيشاهدونا في التطور اللي جاي واللي جاي افضل نقول لهم يا سياده المستشار يعني انا عاوز اقول يعني لازم يعني اللي اتحقق ده دي البدايه، احنا مش يعني دي مش النهايه، دي البدايه بقى، احنا هنفضل نبني ونعمر ونطور، الموضوع مش هيقف على كده. احنا مصر، احنا العلم يعني كل انواع العلوم طلعت من مصر. حضرتك احنا اقدم نقول ايه؟ اقدم شعب في التاريخ. احنا اللي صدرنا الخير للعالم كله. احنا الحضاره، احنا الزراعه. فاحنا احنا مصر هنرجع والمصريين. احنا هنرجع تاني تبقى مصر مناره للعلم والعلماء. اللي عمل ده كله
هو الشعب المصري. ليه؟ عشان فيه، هرجع بقى للحته اللي انا قلتها الاول، ما كان ينقصنا اصبح تفوقا واعجازا. احنا عندنا اداره، العالم دلوقتي هيعملها مناهج في اكبر اكاديميات العالم، يقول لهم ده في اداره في مصر عملت كده في زمن قياسي وفي ظل ظروف غير طبيعيه. خلي بال حضرتك، العالم بيغلي واحنا بنبني وبننمي وبنعمر، مفيش حاجه بتوقفنا. مصر قد الدنيا وهتبقى قد الدنيا. هو كان باب السماء مفتوح، هو كان باب السماء مفتوح. وهو يعني انا طبعا اللي سعيد جدا ان انا طلعت مع حضرتك على الهواء. احنا انا اللي سعيد اللي حياتك معانا، والساده المشاهدين استفادوا من حياتك النهارده، وانا استفدت من حياتك كتير. وبنتمنى في الفترات اللي جايه ان احنا يكون نخصص حلقه معانا باذن الله، لان يعني الموضوعات عن مصر وموضوعات عن التطور الرقمي والموضوعات ده داخل في كل حاجه، عن التكنولوجيا الحديثه اللي احنا شايفينها دي ما بتخلصش. فان شاء الله يكون لينا فقرات تانية عديده، ويكون لينا كل ما هو جديد، ويا رب نشوف مصر دايما في تقدم ودايما الى الامام باذن الله. بشكرك يا سياده المستشار النهارده. شكرا جدا يا فندم. شكرا جدا. ونطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل.